بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 43. الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة النبيين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نقتبس في هذه الحلقة كسابقاتها من أضواء فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك في حياته، وأما بعد موته فإن ذلك لا يشرع ولا يجوز. قال رحمه الله: ليس في طلب الدعاء منه الذي هو معنى التوسل به ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، وكما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به، كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان: أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقف ما ليس له به علم،
ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صفة التوسل التي كان يتوسل، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفة التوسل الذي كان يتوسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وأنه كان يتوسل بأسماء الله وصفاته. فقال رحمه الله: وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم بين رحمه الله أن التوسل بالنبي وغيره إن كان توسلا بمحبته وطاعته فهذا جائز، وإن كان توسلا بذاته فهو غير جائز. فقال: وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي الأعمال الصالحة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم توسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ أقول: وقد تبين مما ذكره الشيخ رحمه الله أن التوسل الجائز أنواع. الأول: التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها المتوسل. الثاني: التوسل بأسماء الله وصفاته. الثالث: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين. فهذه كلها توسلات جائزة جاءت بها الأدلة الشرعية. وأما التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم فهو توسل مبتدع ممنوع، وهو توسل بأمر أجنبي من المتوسل لا ينفعه بل يضره. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.